السلام عليكم ليكيب، اليوم حضرنا فيديو لأرخص الهواتف في العالم لجميع طبقات السعرية. هذا أمر صعب البحث عنه لأنه أمامنا مئات الهواتف الجديدة، لكن اليوم وفقط على أمني وبمساعدة فلترات متقدمة تمكننا أخيرا من جمع لائحة بها أكثر من 30 هاتف ذكي. وقد كان البحث متعبا، لكن تمكننا من وضع هذه اللائحة التي بها هواتف من $100 حتى $550 أمريكي، وهنا في الجزائر من 18,000 حتى 100,000 دينار جزائري. هكذا إن كنت تفكر في شراء هاتف ذكي جديد، فهذا هو الفيديو الوحيد الذي سيساعدك، وسيظهر في الفيديو السعر بالعملة الجزائرية والدولار الأمريكي. أيضا يمكنك تحويله إلى أي عملة بالاستعانة بموقعنا الرسمي أمني 8 الذي تجد أسفله محول العملات للعالم بكله. طبعا كالعادة قبل أن نتعرف على هذه اللائحة للهواتف الذكية، سنذهب في رحلة صغيرة وقصيرة لضغط زر اللايك، وهذا أقل دعم ننتظره من محبي قناتكم أمني. طبعا بعد هذا اللايك الخفيف يلا بنا. فالطبقة السعرية أقل من 20,000 دينار جزائري، لدي شاومي ريدمي 7A بسعر 18,000 دينار جزائري، حقق لي على الأنتوتو 83,000 نقطة. للأسف عروضه قليلة نوعا ما في السوق الجزائرية، لكن يمكنك شراءه من خدمتنا شريديزاد ورابطها أسفل هذا الفيديو. في الطبقة السعرية من 20,000 حتى 30,000 دينار جزائري، لدي شاومي ريدمي 7 نسخة 464 جيجا بايت بسعر 26,000 دينار جزائري، حقق على الأنتوتو 124,000 نقطة، ويمكنك أيضا شراءه من خدمة نشري ديزاد في حال لم تجد العرض في الجزائر. في المرتبة الثانية لدي شيومي ريدمي نوت 6 برو بسعر 29,000 دينار جزائري، حقق على الأنتوتو 116,000 نقطة. في المرتبة الثالثة لدي سامسونج جالكسي أم 20 بسعر 29,000 دينار جزائري، حقق لي على الأنتوتو 109,000 نقطة. في المرتبة الرابعة لدي سامسونج جالكسي أي 10 بسعر 23,000 دينار جزائري، حقق على الأنتوتو ما يقارب 89,000 نقطة. وفي المرتبة الخامسة لدي هونر 8C بسعر 26,000 دينار جزائري، حقق على الأنتوتو 104,000 نقطة. في الطبقة السعرية من 30,000 حتى 40,000 دينار جزائري، في المرتبة الأولى لدي عرض خارق وهو ريلمي كيو بسعر 35,000 دينار جزائري، وهو نفس هاتف ريلمي 5 برو، حقق على الأنتوتو 220,000 نقطة، ويمكنك شراءه انطلاقا من خدمتنا شريديزاد لأن عروضه قليلة جدا في الجزائر. في المرتبة الثانية لدي هواوي هونر 8X بسعر 32,000 دينار جزائري، حقق على الأنتوتو 173,000 نقطة. أما في المرتبة الثالثة لدي شاومي ريدمي نوت 7 بسعر 33,000 دينار جزائري، حقق على الأنتوتو 166,000 نقطة. أما في المرتبة الرابعة لدي هاتف أيضا من شاومي وهو المي أي 3 بسعر 37,000 دينار جزائري، وحقق على الأنتوتو 143,000 نقطة. أما في المرتبة الخامسة لدي الجالكسي أي 30 بسعر 35,000 دينار جزائري، حقق على الأنتوتو 107,000 نقطة. في الطبقة السعرية من 40,000 حتى 50,000 دينار جزائري، لدي هواوي بي 20 بسعر 48,000 دينار جزائري، حقق على الأنتوتو 251,000 نقطة، وحقق على منصة فحص الكاميرات 109 للكاميرا الخلفية و72 للسلفي. أما في المرتبة الثانية لدي هونر 9X بسعر 49,000 دينار جزائري، حقق على الأنتوتو 290,000 نقطة. أما المرتبة الثالثة لدي شاومي نوت 8 برو نسخة 464 جيجا بايت بسعر 47,000 دينار جزائري، حقق على الأنتوتو 281,000 نقطة. أما في المرتبة الرابعة لدي أيضا شاومي نوت 7 برو بسعر 42,000 دينار جزائري، حقق على الأنتوتو 210,000 نقطة. وفي المرتبة الخامسة لدي هونر بلاي بسعر 48,000 دينار جزائري، وحقق لي على الأنتوتو 251,000 نقطة. وفي المرتبة السادسة لدي هاتف أوبو اف 11 برو بسعر 48,000 دينار جزائري، حقق على الأنتوتو 192,000 نقطة. في الطبقة السعرية من 50,000 حتى 60,000 دينار جزائري، لدي في المرتبة الأولى الجالكسي اس 9 بسعر 56,000 دينار جزائري، حقق على الأنتوتو ما يقارب 250,000 نقطة، وعلى منصة فحص الكاميرات للكاميرا الخلفية 99 وللسيلفي 81. في المرتبة الثانية لدي البوكوفون اف 1 بسعر 55,000 دينار جزائري، حقق على الأنتوتو 332,000 نقطة، وعلى منصة فحص الكاميرات 91 نقطة للكاميرا الخلفية. في المرتبة الثالثة لدي شاومي ريدمي نوت 8 برو نسخة 6 و128 جيجا بايت بسعر
بسعر 51 ألف دينار جزائري. حقق لنا أنتوتو 281 ألف نقطة. وفي المرتبة الرابعة لدي شاومي مي 90 بسعر 57 ألف دينار جزائري. حقق لنا أنتوتو 218 ألف نقطة. في الطبقة السعرية من 60 ألف حتى 70 ألف دينار جزائري لدي في المرتبة الأولى ومن جديد هاتف من شركة شاومي وهو المي ماكس 3 بسعر 65 ألف دينار جزائري. حقق لنا أنتوتو 340 ألف نقطة. وعلى منصة فحص الكاميرات للكاميرا الخلفية 103 ولكاميرا السيلفي 84. وفي المرتبة الثانية لدي هواوي بي 20 برو بسعر 67 ألف دينار جزائري. حقق لنا الأنتوتو 233 ألف نقطة. وعلى منصة فحص الكاميرات 109 للكاميرا الخلفية و72 للكاميرا السيلفي. وفي المرتبة الثالثة لدي وان بلس 6 تي بسعر 67 ألف دينار جزائري. حقق لنا الأنتوتو 297 ألف نقطة. وعلى منصة فحص الكاميرات 98 للكاميرا الخلفية. في الطبقة السعرية من 70 ألف حتى 80 ألف دينار جزائري لدي شاومي مي 9 بسعر 77 ألف دينار جزائري. حقق لنا الأنتوتو 440 ألف. وعلى منصة فحص الكاميرات 110 للكاميرا الخلفية. في المرتبة الثانية لدي جالكسي اس 10 اي بسعر 79 ألف دينار جزائري. حقق لنا الأنتوتو 440 ألف. وعلى منصة فحص الكاميرات 107 للكاميرا الخلفية. في المرتبة الثالثة لدي شاومي ريدمي كي 20 برو بسعر 77 ألف دينار جزائري. حقق لنا الأنتوتو 473 ألف نقطة. وعلى منصة فحص الكاميرات 102. أما في المرتبة الرابعة لدي شاومي مي 90 برو. قد يقول البعض أنه نفسه الكي 20 برو، ولكن الكي 20 برو يتفوق في المعالج، أما باقي المواصفات هي نفسها، وهو يباع بسعر 74 ألف دينار جزائري. وعلى الأنتوتو حقق 438 ألف نقطة. وعلى منصة فحص الكاميرات 102. في المرتبة الخامسة لدي الجالكسي S9 بلس بسعر 79 ألف دينار جزائري. حقق على الأنتوتو 242 ألف نقطة. وعلى منصة فحص الكاميرات 99 للكاميرا الخلفية و81 للكاميرا السيلفي. في الطبقة السعرية من 80 ألف حتى 90 ألف دينار جزائري لدي الوان بلس 7 بسعر 85 ألف دينار جزائري. حقق على الأنتوتو 362 ألف. وعلى منصة فحص الكاميرات 113 للكاميرا الخلفية و95 للكاميرا السيلفي. أما في المرتبة الثانية لدي هواوي بي 30 بسعر 83 ألف دينار جزائري. حقق على الأنتوتو 371 ألف نقطة. وعلى منصة فحص الكاميرات 113 للكاميرا الخلفية. أما في الطبقة السعرية من 90 ألف حتى 100 ألف دينار جزائري لدي في المرتبة الأولى الجالكسي S10 بسعر 95 ألف دينار جزائري. حقق على الأنتوتو 416 ألف نقطة. على منصة فحص الكاميرات 113 للكاميرا الخلفية و96 للكاميرا السيلفي. في المرتبة الثانية لدي هونور 20 برو بسعر 97 ألف دينار جزائري. حقق على الأنتوتو 376 ألف نقطة. وعلى منصة فحص الكاميرات 113 للكاميرا الخلفية. في المرتبة الثالثة لدي هواوي ميت 20 برو بسعر 95 ألف دينار جزائري. وحقق لها الأنتوتو 369 ألف نقطة. وحقق على منصة فحص الكاميرات 112 للكاميرا الخلفية و75 للكاميرا السيلفي. أما في المرتبة الرابعة وأخيرا لدي آيفون XR بسعر 95 ألف دينار جزائري. حقق لها الأنتوتو 346 ألف نقطة. وعلى منصة فحص الكاميرات 101 للكاميرا الخلفية. كانت هذه لائحة الهواتف التي حصلناها بأسعار جيدة، حيث نعتبر أن تلك هي أفضل العروض في كل طبقة سعرية على حدة، إذا نعتبره أرخص هاتف في كل طبقة سعرية. أتمنى أن يكون الجميع قد استفادوا من هذه اللائحة المدروسة باحتراف. طبعا في حال كنا نسينا عرض أو عرضين نلتمس العذر من مشاهدينا الكرام. شباب لا تنسوا إن كانت هذه أول مرة تشاهدون قناة أمني، لا تنسوا ضغط زر الاشتراك على القناة. وطبعا لجميع المشاهدين يرجى تفعيل زر الجرس حتى يصلكم جميع الفيديوهات. طبعا والأهم من ذلك حتى نتناقش في جديد عالم الهواتف الذكية، نتعرف على مواصفاتها أسعارها وأفضل الخيارات مع صديقكم أمين. يلا دمتم في رعاية الله.